ما زال نهر الخير ينطلق من مؤسسة أبو العينين الخيرية ليتدفق في قرى ونجوع محافظات مصر شمالها وجنوبها. تلك المؤسسة التي أسسها منذ 40 عاما النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب كمؤسسة خيرية ذاتية التمويل لا تقبل التبرعات، لينشر الابتسامة على وجوه المتعبين والمحتاجين، يلبي احتياجاتهم ويساندهم ويدعمهم. ومنذ بدأت مؤسسة أبو العينين التي تديرها السيدة الفاضلة سمية أبو العينين التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس من العام الجاري وقوافل الخير ستر وعافية ممتدة لا تنقطع، ويشارك في تنفيذ وتنظيم كل قافلة حوالي 2000 متطوع أفراد وجماعات وجمعيات ومؤسسات اختصهم الله بقضاء حوائج البشر، يتسابقون في إعداد قوافل ستر وعافية وتشمل مساعدات عينية، بطاطين وكراتين، مواد غذائية ووجبات جاهزة لكبار السن، وأدوات مدرسية ولعب للأطفال، وملابس لكل الأعمار، ومساعدات مالية فورية للمحتاجين، وتمويل لمشروعات صغيرة والمزارعين، ومساعدات طبية في شكل علاج للمرضى في معظم التخصصات، وصرف أدوية وكشف مبكر وتوعية صحية ووسائل تنظيم أسرة وأجهزة تعويضية. وانطلقت في ربوع مصر حتى الآن 15 قافلة، بدأت بمحافظة سوهاج بقرية أولاد عليو بمركز البلينة، ثم كانت القافلة الثانية في قرية كفر شبين القليوبية، ووصل قطار التحالف محطته الثالثة لأهالي قرية البليدة بمركز العياض بالجيزة، وكانت محطته الرابعة قرية برج البرولوس بمحافظة كفر الشيخ، وانطلقت قافلة ستر وعافية الخامسة لتصل قرية كفر حجازي بمحافظة الغربية، والقافلة السادسة لأهالي قرى غزالة والحجيزة بمحافظة الدقهلية، والقافلة السابعة والثامنة كانت في الدقهلية مركزي شربين ومدغمر، والمحطة التاسعة لقوافل ستر وعافية كانت في قرية التويرات بقنا، والعاشرة كانت في نفس المحافظة لكن في مركز دندرة. ووصلت القافلة 11 إلى قرية الضبعية بالأسماعيلية. أما قافلة ستر وعافية 12 و13 فكانت بكرة سلوة ورغام البلد بمركز كومومبو بأسوان. ووصلت قافلة ستر وعافية 14 و15 إلى قرى الدير والنمسا بمركز إسناب الأقصر. وما زال نهر العطاء يجري، وما زالت قوافل الخير تجوب ربوع مصر لتطفي الحب والبهجة في كل مكان على أيادي قلوب وهبها الله القدرة على قضاء حوائج الناس.